دونك متابعينا على الصفحة الرسمية للديوان FM، وصول موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما قلنا اليوم التدشين الرسمي للمستشفى الجامعي الجديد بصفاقس، المستشفى الصيني. كما تابعوا معنا في المباشر الشخصيات والمسؤولين في الدولة، يتقدم وزير الصحة السيد فوزي مهدي، السفير الصيني السيد زانغ جوانغو، المدير الجهوي للصحة السيد جوهر المقني، مدير عام الصحة العسكرية، وعدة مسؤولين، والي صفاقس السيد أنيس الوسلاتي. كما تابع معنا الآن وصول موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد، معنا في المباشرة على الصفحة الرسمية للديوان FM لتدشين المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس. يوم أمس تم عملية التسليم وتسلم بين الجانب الصيني والجانب التونسي، وصول رئيس الجمهورية. إذن متابعينا كما تابعوا معنا وصول رئيس الجمهورية إلى مستشفى الجامعي الجديدة بصفاقس للقيام بعملية التدشين الرسمي للمستشفى. أنتم معنا في المباشر على الصفحة الرسمية للديوان FM رئيس الجمهورية قيس سعيد، كما تابعوا معنا على المباشر. السيد رئيس الجمهورية باش يقوم عملية قص الشريط للتدشين الرسمي. لحضور السفير الصيني ووزير الصحة السيد فوزي مهدي، والمدير الجهوي للصحة ووالي صفاقس، رئيس الجمهورية قيس سعيد يدشن رسميا المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس. السيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس السيد جوهر المقني يقدم لرئيس الجمهورية فكرة على مشروع المستشفى الجامعي. كانت في إطار هبة من دولة الصين، الاتفاقية تم إمضاءها في 2016، ومدة الإنجاز كانت 40 شهر من ديسمبر 2016. حاليا تم اكتمال والقبول الفني للمستشفى. الارض اللي تم اقامه عليها المستشفى هي 12 هكتار، المساحه المغطاه هي 26000 متر مربع باريتاج. المقاولات المكلفه هي شين السيد كونسيك شين بيناجي. المكونات بتاع المستشفى هو في استقبال تسجيل، في قسم تصوير طبي، استكشاف وظيفي. الاستكشاف الوظيفي فيه ثلاثة وحدات طبية، واحد تصوير بالرنين المغناطيسي، واحدة سكانير، واحد تصوير إيكوغرافي سكانير. بالنسبة للمنشأة هذه فيها قسم استعجالي، قسم مخابر صيدلية، قسم تخدير الإنعاش اللي فيه سرير طاقة الهواء بتاعو، وجناح عمليات في 5 قاعات. إضافة إليه فما عندنا المستشفى النهاري اللي هو طاقة الهواء بتاعو 10 أسرة، عيادات خارجية اللي هي فيها متعددة الاختصاصات، وجناح المستشفيات. جناح المستشفى متكون من 3 طوابق، بالطبع في جناحين 26 سرير، جملة الأسرة 156 سرير. عندنا مؤسسة هذه فيها جانب آخر في نهاية جولتها اللي هي مستشفى قسم أمراض الأسرية. وفي الانكس بتاع الاداره معنا 100 طلاب، اضافه للاقسام الفنيه. الاقسام الفنيه عندها غرفه امواج التشريع، عندها التعقيم المركزي، المطبخ، المغسله، المحول الكهربائي، مقر الوسائل الطبيه.
الاشغال اللي تم انجازها بالاضافه للهبه السنيه، ثم اشغال تم انجازها على كاهل الجامعه التونسي وزاره الصحه، هو الربط بالشبكات العموميه، خصوصا على الربط بشبكه الكهرباء والكلفه نتاعها 600,000 دينار، وتمت الربط بالغاز الطبيعي الكلفه نتاعها 342,000 دينار، تو فونكسيونير تمت. أشغال ربط بالتطهير كلفة نتاعو 3,500,000، هذه نسبة فقط الأشغال نتاعها 45%. حاليا احنا عندنا تعاقد مع شركة تقوم بتفريغ الأحوال، فما الربط بالماء صالح للشراب، المرحلة الأولى تمت بفض المياه، ومش يتم دعم تدفق نتاع المياه بكلفة 6,700,000 باش نوصلوا 150. بالنسبة للربط بشبكة الاتصالات تم الربط، وعندنا أشغال متعددة قاعدين في المراحل الأخيرة. فما على مستوى وزارة الصحة تم اقتناء وتركيز التجهيزات الخاصة بالمغسلة، المطبخ، بيت المويه، مركزية الغاز، الكهرباء التعقيم، هذوما وشبكة التكييف المركزي معالجة الهواء، هذوما كل الأولويات تاعهم كانت 6,950، تم التركيز نتاعهم، تم من طرف وزارة الصحة والإدارة الجهوية وتو فونكسيونير. بالنسبة للتجهيزات الخفيفة فما اللي تخص الأغسلة الأمامية، فما فما الأبيل، فما المنفصل. بالنسبة للتركيزات الطبية الثابتة، احنا فما طلب عضو وزارة الصحة، فما تقرير فني ومالي. بالنسبة لاقتناء وتركيز تجهيزات المحول الكهربائي هذوما 402,000 دينار، تم التركيز نتاعهم، تم الاستلام حاليا المستشفى الإدارية اللي تقرر أن تكون تكفل بحالات كوفيد، الطاقة نتاعو هي 20 سرير إنعاش و 160 سرير أكسجين اللي قاعدين توا نجهزوا فيهم، هما 10 سرير إنعاش، 52 سرير أكسجين، 6 أسرة طومبوندير في قسم الاستعجال. فما تجهيزات قاعدين نستكملوا تسلم التجهيزات مع استكمال الانتدابات اللي خدمنا في التراخيص من وزارة الصحة. شكرا سيدي. مرحبا بكم من جديد متابعين على الصفحه الرسميه للديوان افهام. كما قلنا احنا في مواكبه لتدشين المستشفى الجامعي الجديد بسويقس بحضور رئيس الجمهوريه قيس سعيد والمستشفى.
ومعنا دونك الطابق الارضي، فيه الصيدليه، فيه القبول والتسجيل، وحده التصوير بالصدى، قسم الاشعه، قسم الطب الاستعجالي، الطابق الاول الانعاش، البيولوجيا الطبيه، العيادات الخارجيه، الطابق الثاني جناح العمليات، البيولوجيا الطبيه، العلاج الطبيعي والاستشفاء النهاري. هذه فكره على اهم الاقسام في المستشفى، اللي مبدئيا باش يكون وحده لايواء المصابين بالكوفيد باشراف الاداره الصحه العسكريه، في انتظار تحديد الصبغه النهائيه للمستشفى. نذكروا احنا في متابعه لتدشين رئيس الجمهوريه قيس سعيد، التدشين الرسمي للمستشفى الصيني الجديد بصفاقس.
إذن في انتظار الكلمة التي سيدلي بها رئيس الجمهورية قيس سعيد للصحفيين، كما قلنا احنا في متابعة لتدشين المستشفى الجامعي الجديد، ورئيس الجمهورية باش يدلي بكلمة للصحفيين هنا أمام المستشفى الجامعي الجديد. إذن مرحبا بكم من جديد متابعين على الصفحة الرسمية للديوان فام. احنا في مواكبة مباشرة لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدشين الرسمي للمستشفى الجامعي الجديد، المستشفى الصيني.
منذ قليل تمت عملية تدشين، والآن رئيس الجمهورية في زيارة لمختلف الأقسام والأجنحة بالمستشفى الجامعي الجديد. نذكر أن المستشفى بيتم استغلاله مبدئيا كوحدة لإيواء المصابين بكوفيد. رئيس الجمهورية بيشهد لي بتصريح بعد قليل. لا ما بعد على الصورة. نجمو نوخر شوية سيلفو بلي تعملو مزيان باش نوخر شوية.
تمام التصوير هي تصوير الجماعي على الكادر نبعدوا بعد هي تمام زين تمام زين نرجع شويه كده نرجع شويه صور التصوير الجماعي هيك كردون هاك الكردون طب ما فهمناش احنا قالوا لنا الرئيس اي خذ على روحك اي جا جا لا 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 جست هنا ليه ها ليه ها كيفاش لهنا ليه كيفاش فسر لي كيفاش فسر لي والله لا فهمنا شيء التصوير هذه كنت دخلت وخذها وخذها في السياره هاني قلت لك تو سيد الرئيس كلمة بالله هاي سيدي سيخصص إلى مقاومة هذه الجائحة بانتظار نقله إن شاء الله تعالى إلى إدارة الصحة العسكرية للحفاظ عليه سيكون مستشفى عسكري وبطبيعة الحال سيكون مفتوحا للمدنيين أتمنى أن أرى مثل هذه المؤسسات الاستشفائية في كل ولايات الجمهورية لأن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان نحن نحتفل اليوم بالذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن حقوق الإنسان وليس من حقوق المواطن فقط من حقوق الإنسان في كل مكان الصحة بانتظار إن شاء الله سأعمل جاهدا على تحقيق إنجاز أكبر وأضخم ويتعلق بالمدينة الصحية في القيروان بمدينة كاملة تتوفر فيها المرافق كلها من مؤسسات استشفائية من بيوت للأطباء وللإطار شبه الطبي وللإداريين فضلا عن المرافق الأخرى كالمدارس وكالحدائق ومدينة كاملة في وسط تونس في مرحلة أولى بانتظار تحقيق مثل هذه الإنجازات في الشمال وفي الجنوب الصحة حق للجميع على قدم المساواة ويجب أن يعلم الجميع أن هذه مكتسبات للشعب التونسي ويجب الحفاظ عليها الصحة ليست بضاعة تجارية تتقاذفها الأسهم في الأسواق المالية الصحة حق ولا بد أن تكون حقا لا في النصوص ولكن في الممارسة والفعل هذه مناسبة أيضا لأشكر الجمهورية الصين الشعبية وسفير جمهورية الصين الشعبية حاضر معنا اليوم في عملية التسليم حاضر وسنعمل معا
على تحقيق عدد من الإنجازات الكبرى التي تستجيب لمطالب المواطنين في الكرامة الإنسانية. هل منها المدينة الرياضية في صفاقس؟ في الواقع الأمر يتعلق بالصحة، ولكن بالنسبة إلى الرياضة يمكن أن نتحدث عن مثل هذه المشاريع في مناسبات قادمة. صفاقس ضحية لجرائم ارتكبت في حقها على بر التاريخ بالنسبة إلى البيئة، وأعرفها جيدا كيف كانت وكيف تحولت نتيجة للتلوث ونتيجة للتهيئة العمرانية، لأن المسؤولين لم يكونوا مسؤولين أمام الشعب، بل فقط أمامه من عينهم في المسؤولية، وحصلت تلك التجاوزات، بل حصلت تلك الجرائم في حق عديد المدن الأخرى. سنعمل جاهدين ثابتين صادقين مؤمنين بما يريده الشعب التونسي من حرية وشغل وكرامة وطنية. نحن نعمل من أجل ذلك، وأشكر السيد وزير الدفاع الوطني والسيد وزير الصحة وسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية. سنتعامل مع جميع الأطراف إن شاء الله على تحقيق ما يصبو إليه التونسيون، بعيدا عن أي حسابات سياسية لا تعنينا حساباتهم، يعنينا المواطن التونسي ليعيش محفوظ الكرامة في وطن محفوظ الكرامة. سيد الرئيس، موقف دعوة الخبراء والسياسيين حاليا الوضع العام في البلاد تفعيل الفصل 80 من المستشفى. أنا هنا في المستشفى. البلاد التونسية فوق كل الاعتبارات، الدولة التونسية يجب أن تستمر بمرافقها العمومية، وأنا مؤتمن عليها، ولن أترك الدولة التونسية تتقاذفها الأرجل أو الحسابات السياسية. سأتخذ القرارات المناسبة، لن أتأخر عن اللحظة ولن أستقدمها، ولكن سأتحمل مسؤوليتي كاملة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، لأن تونس أمانة في أعناقنا جميعا، في إطار القانون، في إطار الشرعية، نحترم الجميع، ولكن التونس فوق كل الاعتبارات الانتخابية والترتيبات التي تظهر في العلن ولكن أكثرها في الخفاء. وشكرا. دونك متابعينا على الصفحة الرسمية، كانت هذه كلمة ألقاها رئيس الجمهورية للصحفيين، يتكلم عن المستشفى أنه باش يكون حاليا تحت تصرف إدارة الصحة العسكرية. رئيس الجمهورية باش يغادر المستشفى في انتظار كلمة باش يلقاها حسب ما أفادونا به مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية والمكلفين بالبروتوكول، أن وزير الدفاع باش يلقي كلمة
للصحفيين. موكب رئيس الجمهورية باش يغادر حاليا. Продолжение следует...